أهلا بكم. لماذا عاد كابوس الجثث المجهولة الهوية للعراق؟ ماذا يعني إعلان دائرة الطب العدلي في النجف دفن 50 جثة في غضون شهر واحد؟ ما دلالات عودة اكتشاف المقابر الجماعية في مناطق بعينها في العراق التي تعرضت لهجوم الميليشيات المدعومة من إيران بعد المعارك مع تنظيم داعش؟ فقد جدد شيوخ ووجهاء عشائر الإسحاقي بمحافظة صلاح الدين في بيان لهم مطالبتهم بتحديد هوية جثث المقبرة الجماعية التي عثر عليها مؤخرا في ناحية الإسحاقي جنوبية مدينة تكريت. وطالب الشيوخ والوجهاء في بيان لهم الحكومة والبرلمان والمجتمع الدولي بالكشف عن حقيقة جثث المغيبين، ما سبب ضبابية موقف حكومة الكاظمي من عودة شبح الجثث المجهولة والمقابر الجماعية، وما التوصيف القانوني لإجراءات حكومة الكاظمي تجاه الجثث المجهولة والمقابر الجماعية. هذه المحاور نناقشها في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام بعد هذا التقرير. من اعتقال أو تغييب أو خطف أو إعدامات ميدانية أو عبر محاكم سورية، لكن النتيجة واحدة هي قتل العراقيين. فكلما حاول المجرمون إخفاء جرائمهم البشعة فضحتهم المقابر الجماعية التي تظهر بين الفينة والأخرى. فقد ذكر شيوخ ووجهاء عشائر الإسحاقي بمحافظة صلاح الدين أنه تم العثور على مقبرة جماعية في ناحية الإسحاق جنوبي مدينة تكريت تضم العشرات من جثث المغيبين، فيما منع الأهالي من حفر المقبرة والبحث عن أبنائهم المغدورين. وأكد الشيوخ ووجهاء العشائر بأن هناك مقابر جماعية كثيرة، لكن القوات الأمنية والميليشيات تمنع الأهالي من حفر المقابر والبحث عن رفات أبنائهم خوفاً من فتح ملف المختطفين والمغيبين قسرياً. فيما أعلنت دائرة الطب العدلي في محافظة النجف مؤخراً دفن 50 جثة في مقبرة النجف، قالت إنها مجهولة الهوية، ما يعيد للأذهان مشهد العثور على عشرات الجثث مقطعة الأوصال في مناطق شمال بابل عام 2019 بمقبرة جماعية لمختطفين في ناحية جرف الصخر، والعثور على تلك الجثث فتح ملف المغيبين قسرياً في سجون الميليشيات بعد اعتقالهم من عدة مناطق في المحافظات المنكوبة أو لمعتقلين تم إعدامهم ميدانياً، فضلاً عن استمرار العثور على الجثث تحت أنقاض المباني المدمرة في مدينة الموصل جراء العمليات العسكرية التي دمرت المدينة دون الالتفات إلى سكانها. المحاكمات الصورية التي تنتج عنها الإعدامات هي وجه آخر للقتل، فبحسب هيئة علماء المسلمين في العراق فإن مصادقة رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح على إعدام أكثر من 340 متهماً تزعت اعترافات منهم تحت التعذيب هي جزء من المخطط المعد للتفجير الإجرامي الذي حدث في ساحة الطيران قبل أيام في إطار إثارة النعرات الطائفية وتبرير المذابح الجماعية في السجون الحكومية بذريعة الإرهاب المدعى. فيما أكدت اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي أن أغلب المحاكمات جرت بسرية وبدون حضور المعتقل المتهم، وإن استجابة رئيس الجمهورية الحالي بهذه السرعة لمجموعة ميليشياوية استغلت حادثة ساحة الطيران الإجرامية تؤكد أن هناك منهجاً حكومياً وإقليمياً للاستمرار في قتل العراقيين. وهكذا فإن السلطات الحكومية في العراق تستهين بالقانون الدولي بحسب المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، وأن الأحزاب السياسية والميليشيات تسعى لتحقيق مكاسب انتخابية وتطالب بتنفيذ أحكام الإعدام ضد المعتقلين بدوافع طائفية انتقامية. أرحب بضيوفي في هذه الحلقة. ضيفي في الاستوديو الأستاذ حسين السبعوي الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك. وأيضا أرحب بضيفي عبر الهاتف من محافظة صلاح الدين في العراق الشيخ طامي المجمعي المتحدث الرسمي باسم شيوخ عشائر ووجهاء الإسحاقي. الشيخ طامي مرحبا بكم. أيضا ستنضم إلينا الأستاذة إيناس الزايد الناشطة الحقوقية عبر سكايب من عمان. أبدأ معك أستاذ حسين السبعوي. أستاذ حسين، يعني إعلان دائرة الطب العدلي في النجف دفن 50 جثة في غضون شهر واحد، كيف تابعته؟ يعني أنا تابعت هذا الخبر عندما نتكلم عن المقابر الجماعية أو عن الجثث المجهولة، فمعناه نتكلم عن ضحايا من العرب السنة تحديدا، لأنه لم تظهر
مقابر جماعية ولا جثث مجهولة في محافظات الشمالية أربيل دهوك سليمانية، ولم تظهر هذه الجثث في محافظة واسط والعمارة والبصرة والمحافظات الجنوبية. فعادة ما هي تكون في بغداد وفي أطراف بغداد وفي الرمادي والموصل وصلاح الدين وديالة. إذن هؤلاء الضحايا هم من العرب السنة، بمعنى 50 ضحية من العرب السنة قتلوا بدم بارد على يد الميليشيات، هكذا فهمت الخبر. منذ 2003 وإلى الآن هذه الضحايا جميعا من العرب السنة تقتل على يد الميليشيات، وبفترة قتلت أيضا على يد داعش، وداعش الميليشيات وجهان لعملة واحدة تخدم المشروع الإيراني. هذا الذي فهمته من هذا الخبر. هذا الخبر للأسف في كل يوم بدأ يتكرر، حتى بدأت الناس تعتاده، وأصبح الذي يتكلم بمثل هذه الأخبار قد يجوز يكون هو متهم. هذا يثبت حجم وقوة الإرهابيين الذين أوغلوا في دماء العراقيين. يعني اليوم حتى لأحد القنوات الإعلامية لم تتكلم عن هذا الخبر كأنه ممر مر الكرام، وكأنما نتكلم عن قطع مياه لمدة نصف ساعة أو قطع كهرباء أو هكذا، خبر عادي يمر بأي دولة. 50 جثة في شهر واحد تدفن، وقبلها في الإسحاقي، وقبلها في مناطق أخرى. لو كانت هذه الجثث في أي نظام في العالم لأسقط هذا النظام على بكرة أبيه، وكان تحرك المجتمع الدولي ولم يسكت ولم يصمت على ما يجري. لو أجلكم الله لو قتل عندهم كلبا لتحرك هذا المجتمع الدولي. لكن للأسف هذا المجتمع المنافق هو الذي يدعم هؤلاء القتلة، بل هو يدربهم. ليس فقط يعني الجثث المجهولة، هناك مقابر جماعية تم. نعم، مقابر جماعية وجثث مجهولة. هو يعني الفرق بيناته أنه هذه الجثث غير مدفونة، وهذه المقابر قد دفنتها الميليشيات أو غيرها القتلة. القصة هي مجموعة، هي ضحايا من العرب السنة. ولكن لماذا الآن؟ يعني هناك أيضا عمليات إرهابية حصلت في ساحة الطيران في بغداد، قتل المدنيين، ثم يعني يتضح إعلان دائرة الطب العدلي في النجف دفن 50 جثة في غضون 50 شهر، وكذلك يعني عمليات الإعدامات خارج إطار القانون. تنظر يعني أترى أن هناك ربما ثمة ربط بينهما، بين عمليات التفجير؟ هل هو مخطط أعد له؟ يعني شوف، علينا أولا أن نفصل داعش عن العرب السنة. داعش لا تمثل العرب السنة، داعش تمثل المشروع الإيراني. تكلم مسؤولين دوليين وحكوميين في الولايات المتحدة، وثبت الواقع بأن داعش مدعومة من إيران ولديها معسكرات تدربها إيران ضمن مشروعها. إيران دولة برغماتية تستطيع أن تستحوذ مثل داعش تستحوذ الميليشيات وتدعم الاثنين لتحقيق يعني أهدافها. استندت في ذلك على عناصر في القاعدة قتلوا في طهران مثلا؟ لا، أنه كل ما تقوم داعش بتفجير ما في مكان ما يكون ردة الفعل الميليشيات على المواطنين الأبرياء من عرب السنة، وتقتلهم وتلقيهم في الأرض، ثم يظهر لنا جثث مجهولة. أنا هذا الذي أقصده، أنه داعش لا تمثل عرب السنة. داعش ليس لها دين ولا مذهب. داعش تمثل المشروع الإيراني، وهي شركة مساهمة دولية لإيران أكثر من 51%، وأنا أقصد 51% معروف ماذا قصدي. هي تخدم المشروع الإيراني. فإذا لا كلما تقوم داعش بفعل ما تكون ردة الميليشيات على الأبرياء من العرب السنة. هذه الشماعة انتهت. هناك مكون أصيل اسمه العرب السنة استهدفوا من 2003 وإلى الآن تحت عدة ذرايع، ولكن هذه الذريعة، هذه المقابر التي تكتشف ولا يتحرك لها ساكن. اليوم الحكومة عندما تكتشف لديها مقبرة جماعية، ما هي ردة فعلها؟ ما هي ردة فعل؟ لا يوجد أي ردة فعل، كأنهم اكتشفوا شيء بسيط جدا. هناك مقابر تكتشف المقبرة تلو الأخرى بعد معارك ضد داعش، يعني بعد العمليات العسكرية في المحافظات المنكوبة، آخرها ربما وليس آخرها ربما أيضا مقبرة الجثث المجهولة في منطقة الإسحاقي جنوبية مدينة تكريت في منطقة جالي، إذ جدد شيوخ ووجهاء عشائر الإسحاقي بمحافظة صلاح الدين مشاهدين الكرام مطالبتهم بتحديد هوية جثث المقبرة الجماعية التي عثر عليها مؤخرا في ناحية الإسحاقي جنوبية مدينة تكريت. بشأن ذلك أيضا سنتحدث أو لمعرفة تفاصيل أكثر عن ملابسات هذا الحادث وهذه المقبرة الجماعية التي تم اكتشافها، ومنع الأهالي هناك من حفر هذه المقابر والبحث عن ذويهم من قبل القوات المسلحة الماسكة للأرض. نتحدث بشكل أفضل عن هذه التفاصيل مع الشيخ طامي المجمعي المتحدث الرسمي باسم شيوخ عشائر ووجهاء الإسحاقي. شيخ طامي، السلام عليكم. وعليكم السلام، تحية لك ولمشاهديك ولضيفك الكريم. حياكم الله شيخ. شيخ، ما هي ملابسات هذه المقابر الجماعية التي اكتشفت في مناطقكم تحديدا في منطقة جالي ولم
تسمح لكم القوات المسلحة الماسكة للأرض بالبحث عن ذويكم وأبنائكم المغدورين؟ صراحة أنا احنا صدرنا بيان كمجلس شيوخ وجاء عشار الإسحاقي بخصوص هذا المقبرة، وناشدنا عدة جهات لمعرفة الضحايا اللي موجودة في تلك المقبرة من المغيبين من أبناء جلدتنا، لكن بدون جدوى. وأنا ظليت متواصل مع مكتب مؤسسة الشهداء في بلد ومؤسسة الشهداء في بغداد، لكن أبلغوني قبل 3 أيام بأن لا يمكن حفر تلك المقبرة، وذلك لعدم وجود تخصيصات مالية من قبل الحكومة لحفر تلك المقابر اللي موجودة في محافظاتنا المنكوبة، اللي حسب معلومات اللي متوفرة لحد الآن هناك أكثر من 100 مقبرة في تلك المحافظات. لحد الآن أنا عندي معلومات على 5 مقابر موجودة وعندي معلومات عليها، لكن ما أعلنت عنها، أعلنت بس عن وحدة فقط حتى نحفر هاي المقبرة ونعرف الضحايا اللي بيها والمن عائديتها وتسليم هذه الرفات إلى ذويها، ومن ثم نعلن عن المقبرة الأخرى. فهذا بالنسبة إلى بما أنه إحنا واجهنا صعوبة من قبل الحكومة من قبل دائرة حماية المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء، إحنا هسه توقفنا. فصدرت بيان يوم أمس وناشدت به رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان والسادة الوزراء وأعضاء برلمان والدول العربية وجامعة الدول العربية والمملكة العربية السعودية والكويت وقطر والإمارات والميسورين من الحال ودول العالم أن ينقذونا من هذا المصاب اللي ما حدث في كل تاريخ العالم من الخليق إلى حد الآن، ما حدث هيش مجازر في دولة أو في محافظة مثل المجازر اللي ارتكبت في محافظاتنا، اللي يبلغ عدد أنا حسب المعلومات اللي متواجدة بما أنه المقيبين في محافظة صلاح الدين أكثر من 15,000 مقيب. فأنا أؤكد للجميع مشاهدي قناة الرافدين والجميع دول العالم بأن هذول 15,000 كلهم قتلوا ووضعوا في مقابر جماعية إلى حين العثور على تلك المقابر ومعرفة مصير تلك المقيبين لتسليمهم إلى ذويهم. إضافة هناك معلومات أكثر من مقبرة تم العثور عليها في نينوى، ونفس العذر دائرة حماية المقابر الجماعية اعتذرت عن حفر تلك المقابر لعدم وجود تخصيصات مالية. بما أنه ماكو تخصيصات مالية لحفر تلك المقابر، فإحنا ناشد الخيرين والميسورين الحال من أبناء جلدتنا أو من الدول العربية من أشقائنا أو من دول العالم أن يتكفلون بحفر تلك المقابر، أو أدعو السياسيين الفاسدين اللي باقوا وسرقوا الدولة من 2003 لحد الآن أن يعملوا لهم بصمة خير في حياتهم لحفر تلك المقابر الموجودة في محافظاتنا، وش اسمه وتقديم التكلفة اللي على تلك الجثث وتسليمها إلى ذويها. إذا دائرة حماية المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء عندما قاموا بمراجعتها اتضح أنها لا تستطيع حفر هذه المقابر ولا تحديد هوية المغدورين داخلها وتحديد هذه هوية هذه الجثث المجهولة بسبب عدم وجود تخصيصات مالية. 15,000 مغيب فقط في صلاح الدين، هؤلاء يعني مسجلون لدى يعني مثل ما تحدث المتحدث الرسمي باسم شيوخ عشائر وجهاء الإسحاقي الشيخ طامي المجمعي، 15,000 مغيب في صلاح الدين والحكومة تتعذر بعدم وجود تخصيصات مالية. إلى أي مدى ترى أن هذا السبب أو هذه المبررات هذه المسوغات تراها منطقية؟ يا سيدي هذه المبررات يحاكم عليها، مو منطقية. يعني الشيخ مدى يطالب بتحديد المتهمين القتلة حتى يحاسب القاتل، فقط يطالبون بتحديد هوية المغدور حتى يسلم إلى أهله وذويه. هذه التبريرات هذه تحاكمهم.
لو كان هناك فعلا من يحاكمهم؟ الدولة القضاء لا، إن كان أنا دا أقول لك إن كان بل إن كان مجتمع دولي جاد فعلا محايد منصف ينصف الشعب العراقي لكان حكم هذا النظام. شنو 100 مقبرة جماعية في صلاح الدين؟ تقرير وزارة الداخلية عام 2017 700 مقبرة جماعية في العراق، هاي بس اللي اعترفت بها وزارة الداخلية 700 مقبرة جماعية. طيب السؤال الذي يطرح نفسه، هل حددت الجهة المسؤولة عن هذه المقابر القتلة؟ الجواب لا. ما هي اللجان التي شكلتها الحكومة؟ الحكومة بعد ما تشكل لجان، سابقا كانت تشكل لجان. ما هي النتائج التي جاءت بها الحكومة لمعرفة الجنات لمثل هذه المقابر؟ ما هو موقف المجتمع الدولي؟ لا يوجد بالعالم دولة فيها 700 مقبرة جماعية والمجتمع الدولي ساكت على على هؤلاء القتلة. إذا نحن أمام تواطؤ دولي وأدوات داخلية وهيمنة إيرانية على الشعب العراقي تقوم بإبادة جماعية وجرائم منظمة وجرائم ضد الإنسانية. هذه هي القصة بمجملها. أنا شنو أتكلم عن بس معرفة الضحية لمن حتى يسلم إلى ذويه؟ يا سيدي هذا مو مطلب. المطلب من هو القاتل، من هو المجرم؟ هذا المطلب. والحكومة تتحضر بالمال. هذا البلد العراق عاجز أنه يحفر قبور المقبرة هذه ويكتشف إذن أصبحت التخصيصات إذن أصبح عدم وجود التخصيصات المالية حجة في أي موقف تطرح ليست هذه حجة ولا نقبل بها ولا يمكن نداولك حجة. هذا معيب، هذه يحاسبون عليها، يحاكمون مو يحاسبون. أكو واحد عنده جثث مجهولة ما عنده مال يطلع القبر ويودي على المستشفى ويفحصون الدي ان ولمن تنتمي هذه الجثة؟ هذه جريمة، هذه طيب. حد ذاتها جريمة إضافة للقاتل. اسمح لي أن أرحب بضيفتي الكريمة الأستاذة إيناس زايد الناشطة الحقوقية من عمان عبر سكايب. أستاذة إيناس مرحبا بك. مرحبا بك دكتور سمير، واهلا بك وبضيوفك الكرام وايضا بالمشاهدين الافاضل. اهلا بك استاذه ايناس. استاذه ايناس، يعني الشيخ طامي المجمعي تحدث، وهو طبعا المتحدث الرسمي باسم شيوخ عشائر ووجهاء الاسحاقي، تحدث عن اكثر من 15,000 مغيب فقط من محافظه صلاح الدين بعد العمليات العسكريه ضد داعش. تم قتل خطف هؤلاء أو تغييبهم بعد قتلهم في مقابر جماعية. عندما اكتشفت آخر مقبرة جماعية راجعوا الدوائر الحكومية المختصة، وهي طبعا مكتب أو دائرة حماية المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء، وتذرعوا بعدم تمكنهم من تحديد هوية هذه الجثث وعدم إمكانية حفر هذه المقابر وتحديد هوية هذه الجثث لعدم وجود تخصيصات مالية. يعني كيف تنظرين إلى يعني ردة فعل أو جواب الجهات الحكومية المختصة وإجراءاتها التي من المفترض أن تقوم بها تجاه هذه الجرائم ومن ارتكبها؟ نعم، يعني هي كارثة إنسانية حقيقية ما يحدث اليوم بالعراق، وهو امتداد لسلسلة من الجرائم والانتهاكات التي كنا نطالب على مدار سنوات بالتحقيق فيها وأيضا فتح تلك الملفات سواء أمام القضاء المحلي أو حتى أمام المحافل الدولية. موضوع المختفين أو المغيبين قسريا في العراق وعدم معرفة مصيرهم أو حتى السجون السرية التي يعني يحتجزون فيها، هذا الأمر وهذه المسألة يعني طالما يعني تطرقنا لها وقلنا ووجهنا النداءات من أجل العثور على هؤلاء المختفين قسريا الذين لا يعرف مصيرهم، وأيضا أهاليهم لا يدرون أين هم إذا كانوا أحياء أم أموات. اليوم عندما تكتشف مقابر يعتقد بأنها لهؤلاء المختفين قسريا، هذه يعني حقيقة مأساة، يعني تجر مأساة أخرى. يعني اليوم نحن نتحدث عن انتهاكات مركبة بحق هؤلاء الأشخاص. أولا اختفوا قسريا، ومن ثم إذا ثبت بأنهم هم نفسهم الأشخاص الذين تم يعني احتجازهم بدون وجه حق، فهذه يعني مأساة أخرى تضاف ويستوجب التحقيق فيها على الفور ودون تأخير. لأن يعني مسألة الإعدامات خارج نطاق القانون أو حتى الإعدامات على يد السلطة كانت أو على يد الميليشيات المسلحة التي دخلت إلى العراق
يعني موافقة وبمعرفة الحكومة العراقية وهي مسؤولة عن أفعال تلك الميليشيات أو حتى كل من يحمل السلاح داخل العراق دون سند قانوني. هذا الأمر مسؤولية الدولة العراقية، مسؤولية الحكومة العراقية. لا يمكن أبدا أن يرى أو ترى هذه المشاهد أو تسمع أو تنشر أو تذاع عن طريق الوسائل الإخبارية والإعلامية وكأنها أخبار عابرة. اليوم هناك الأشخاص، آلاف الأشخاص الذين يعني اكتشفت جثثهم، كيف ومتى وأين وعلى يد من تم قتل هؤلاء الأشخاص؟ هذا الأمر الذي يجدر اليوم أن تلتفت له الحكومة العراقية. ليس مسألة تخصيص أو عدم تخصيص الموارد الكافية من أجل التحقيق في هوية هؤلاء الأشخاص، يعني هذه فضيحة دولية على يعني بالمناسبة يعني على مستوى عالمي. اليوم عندما نقول عن يعني حكومة تدعي بأنها تسيطر على الأوضاع سواء الأمنية أو على الأوضاع القضائية أو على مؤسسات الدولة، وأيضا يعني يتم التصريح بهذا التصريح على يعني وسائل الإعلام، هذه أنا يعني فضيحة قانونية يجب أن يتم التحقيق فيها دوليا، ويجب أن يحاسب كل شخص متورط في هذه الجرائم. نعم شيخ طامي المجمعي، للعودة إليك مرة أخرى، يعني بعدما تواصلتم مع المنظمات الإنسانية أو الجهات الأممية أو حتى الأطراف التي ناشدتموها من المجتمع الدولي والإسلامي والعربي، كيف كان تفاعلهم مع ما طرحتموه من قضية المغيبين والجثث المجهولة التي تريدون تحديد هويتها والمطالبة بالتعرف على ذويكم؟ صراحة تفاعل منظمات المجتمع المدني مع هذا القضية تفاعل يعني أنا أعتبره كلش جيد، لكن احنا نستغرب من سكوت الحكومة العراقية وخاصة سكوت محافظة صلاح الدين من محافظها ونائب محافظها ونوابها اللي موجودين اللي هم باعتبار الممثل الشرعي بالدولة العراقية عن محافظة صلاح الدين. يعني نشوف السكوت اللي عندهم متسابقين على قضية الانتخابات ومساومة المواطن والشارع العراقي في محافظة صلاح الدين، والمساومات اللي تجري اليوم على قدم وساق من قبل المحافظ ونائب المحافظ وأعضاء البرلمان ويا المواطنين، أنا أبرط لك هذا الشارع وتعال انتخبني واجمع لي بطاقات الناخب. يعني ما مهتمين للموضوع ويقول لك أنا عندي أكثر من 15,000 مقيم وأنا ما أعرف مصيرهم وين، ولا كان هم ولي الأمر ولا ولاة الأمر، ولا كأنما هم صعدوا على شتاف هذول الناس وصاروا مسؤولين بالدولة العراقية، وأنما هناك سباق على قدم وساق ليل بنهار على قضية الانتخابات وشون أكسب أصوات وأساوم المواطن العراقي في محافظة صلاح الدين. أن أبلط لك شارع لازم تنتخبني، أن أقدم لك إسالة مال ماء لازم تنتخبني، أجيب لك محولة مال كهرباء لازم تنتخبني، أسوي لك راتب مال رعاية اجتماعية، هاي المدير الجديد رعاية اجتماعية راتب وحتى تنتخبني. يعني المشكلة المساومات وصلت إلى يعني أبسط الأمور، ولا كأن الميليشيات اللي موجودة في مناطقنا لتستباح أراضينا وعرضنا وسياراتنا وأملاكنا وبساتيننا وبيوتنا، وقامت توطن توطين العوائل من الجنوب في محافظاتنا، لأن هذول عندهم منهجية من قبل ولاة الأمر اللي تابعين لهم من ولاية الفقيه وإيران والموجودين التبع اللي لهم هنا بالعراق أن امشوا بهذا المنهج ودمروا سووا بيدوا فجروا البيوت، احرقوا البساتين، احرقوا الحنطة، لا تخلون شعير، لا تخلون سبوبة اقتصادية في هذه المحافظات، في سبيل يخلون المحافظات هذه منكوبة دائما وفي عازة العازة الاقتصادية. لكن اللي مثلك انت بالدولة هو اللي مثلك فاسد، وما وكأنما هو تبع الإيران مو تبع المحافظة صلاح الدين والمحافظات المنكوبة الأخرى. احنا مشكلة هاي نعاني بها من 2014 لحد الآن. يعني الموضوع يراد له متابعة ودقة من قبل منظمات مجتمع دولي ومن قبل الخيرين والشيوخ والوجهاء الخيرين اللي عندهم ذرة وطنية
اتجاه بلدهم ومحافظاتهم ومناطقهم واهلهم وناسهم، المفروض يكون هناك عزم وطرد هذه الفاسدين من المحافظة حتى يكون طريق نمشي عليه ونقدر نحافظ على مناطقنا ومحافظاتنا. المشكلة مو الحكومة المركزية ساكتة، البرلمان ساكت، نواب ساكتين، محافظ ساكت، الكل ساكت، مدير شرطة عندنا ساكت، الضابط ساكت، مدير ناحية ساكت، الشيخ ساكت، الكل ساكت. تخاف دكتور سمير، احنا عندنا الخوف هسه محافظاتنا، نعم عذرا، الخوف من مناطقنا من قبل هاي الميليشيات، لان اذا تكلمت انت اليوم انت ثاني يوم ما تبقى، يقتالوك او ياخذوك. والدليل، الدليل عندما تعرضت الميليشيات ميليشيات الحشد في ناحية حمرين من قبل تنظيم داعش الإرهابي، راحوا اعتقلوا أكثر من 200، يعني المعلومات اللي جمعتها أكثر من 200، بس هم أنا أجزم هم أكثر من 1000، لأن هم 40 قرية تم اعتقال جميع رجالها من عمر 14 سنة إلى عمر 80 أو 90 سنة، وأهانتهم وأبقاهم بالحجز لمدة يومين، وبعد الضغوطات الإعلامية اللي تمت عليهم والإصرار اللي صار من قبل وجهاء وشيوخ والعشائر والرموز اللي موجودة بالمحافظة والضغط الإعلامي عليهم، تم إطلاق سراح جميع اللي أخذوهم. وإلا لو ما كان هناك مناشدات وضغط إعلامي على هذه الميليشيات لهذولا كانوا في تعداد المغيبين. نعم. وكان عملت لهم مقابر جماعية. أنا عندي معلومات هسه أكو 5 مقابر جوا إيدي، راح أعلن عنهن وحدة تلو الأخرى، بهن مئات من ضمنهن مقبرة الصغلاوية. نعم. عندي معلومات عليها هسه، وراح يدزول الصور والمكان مالتها، بها أكثر من 700 مقيب داخل تلك المقبرة. نعم. ابقى معي شيخ طامي، المجمع يساعد إليك مرة أخرى. أستاذ حسين، يعني مع اقتراب الانتخابات أيضا تتضح يعني أحداث جديدة، مقابر جماعية تكتشف الكثير، أرقام مهولة، أكثر من 700 مقبرة جماعية باعتراف وزارة الداخلية مثل ما تفضلتم. تحدث الشيخ طامي أيضا عن مقابر جماعية كثيرة، وهناك أيضا معلومات أخرى جديدة، الكثير من المقابر بعد العمليات ضد تنظيم داعش الإرهابي، مع ذلك نرى أنه ليس هناك أي تحرك حكومي باتجاه هذا الأمر، وهناك مساومات مع الأهالي من أجل أشياء أساسية في الحياة من واجب كل حكومة أن تفعلها في مقابل الانتخابات. هل ترى أن ثمة علاقة بين الجثث المجهولة التي تظهر الآن والمقابر الجماعية التي تكتشف مع اقتراب موعد الانتخابات؟ شوف، خلنا نفصل شيء عن شيء. الانتخابات عملية سياسية، الجثث المجهولة عملية جنائية، دفنها عملية إنسانية، لا يمكن ربط هذه بهذه. بالنسبة للانتخابات أريد أختصرها بجملة واحدة، لو أدرك الغرب والولايات المتحدة أن الانتخابات العراقية سينتج عنها حكومة وطنية تحترم الشعب العراقي وتعتمد على مبدأ المواطنة في إدارة الدولة لانقلبت عليها، لكنها رسمت لها سيناريو محدد معلوم كيف يصل هؤلاء من الفاسدين والميليشياويين ومجموعة السراق إلى هذا المكان. أما لو كانت انتخابات نزيهة لانقلبت عليها وعلى نتائجها، مهما كانت كما انقلبت في دول أخرى على نتائج انتخابات. الديمقراطية محرمة على العالم العربي وخاصة في العراق، وما هذه الصورة إلا كذبة يراد لها تمرير مشروع طائفي على العراق لتغيير ديمغرافي خدمة للمشروع الدولي الذي يعتمد على مبدأ الفوضى الخلاقة. أما موضوع المقابر الجماعية سيدي، لازم نحدد المتهم ونتحدد الضحية ونكون صرحاء. الضحية هم العرب السنة. المتهم الأول الرئيسي هي إيران، لأن هذا كل ما يجري وخدمة للمشروع الإيراني سواء نفذتها داعش أو مدتها الميليشيا. كما هو معلوم يعني الوضع في العراق ساسين، ولو أنه أقاطعك، الوضع في العراق هناك ثورة عارمة ضد الحكومة، هناك مطالبة بإسقاط نظام المحاصصة، أيضا هناك يعني إصرار من قبل الأحزاب على قتل المتظاهرين وإبقاء الأحزاب في السلطة واستمرار عمليات الفوضى. هل ترى أن ما يجري من عمليات اكتشاف للجثث المجهولة، يعني دفنت 50 جثة في غضون شهر واحد الآن، هل ترى أن فيه
نوعا ربما من التخويف، فيه نوع من الإرهاب ضد الشعب المطالب بالتغيير. لا تلاحظ كل ما تقترب الانتخابات كل ما تبدأ التفجيرات والاغتيالات والاعتقالات والجثث المجهولة. نعم. هذا العملية معروفة من 2003 وإلى الآن. نعم. اقتربت الانتخابات صعد المشروع الطائفي نفسه وإعلامه، واليوم اللي يكتشف المقبرة الجماعية، لاحظ عندما اكتشفت الإعلاميين اكتشفوا مقبرة جماعية في الإسحاقي، تابع الإعلام الطائفي كيف يبث سمومه عليه. عندما اكتشفت المقابر الجماعية في الفلوجة كيف بدأ الإعلام الطائفي يبث سمومه؟ كيف يتناولها الإعلام؟ يتناولوا أن هؤلاء دواعش، هؤلاء. طيب يا سيدي، لو كانوا هؤلاء دواعش وقتلتموهم، القانون العراقي يسمح بإعدام الإرهابيين، قولوا هؤلاء إرهابيين، فلان وفلان وفلان اعدموا. احنا نريد متى قتلوا هؤلاء، متى انتهت المعارك؟ انتهت المعارك في منطقة الإسحاقي تقريبا 2015. إذا قتل بعد 2015 من المسؤول؟ كيف نعرف؟ غير يحتاج إلى تحقيق وتشريح هذه الجثث، غير يحتاج نعرف من هي هذه الجثث، من هم الضحايا، كل هذا مغبى. يا سيدي ما يحصل جريمة دولية ليست جريمة محلية، يحتاج القانون الدولي والقضاء الدولي أن نتدخل في الشأن العراقي. طيب. لا يوجد بلد بهذا الحجم من القتل والمقابر الجماعية ويغض عنهم الطرف، أي نظام هذا؟ طيب. أي نظام هذا اللي قام بهكذا جرائم في العالم؟ أي نظام قام بمثل هذه الجرائم؟ نتوجه بهذا السؤال الأستاذة إيناس زايد. أستاذة إيناس، التكتم على هذه الجرائم ليس بجديد، منذ عام 2003 والعراقيون يعني يتعرضون لعمليات إبادة، سواء كان بالسيارات المفخخة أو بعمليات الخطف والقتل أو بالمقابر الجماعية أو عن طريق الجثث التي ترمى على مكبات النفايات في بغداد وباقي المناطق بعينها. من وجهة نظرك يعني هل هناك فعلا يعني تآمر دولي على العراق؟ لماذا لا يتم التحرك الدولي والكشف عن مرتكبي هذه الجرائم؟ يعني نعم، هناك إهمال للملف العراقي من بين الملفات الإنسانية الموجودة في المنطقة، منطقة الشرق الأوسط أو العالم يعني بشكل عام. لا يوجد هناك تطرق إلى الملف العراقي من الناحية الإنسانية، لا يوجد هناك يعني أخذ على محمل الجدية للانتهاكات التي تحدث في العراق، وخاصة يعني على الرغم من أنها انتهاكات مركبة كما ذكرت أو انتهاكات مستمرة ولا يوجد لها أفق أو حتى يعني أمد معين متى ستنتهي هذه الانتهاكات، خاصة مع حالة الفوضى التي تسود العراق وأيضا يعني التخبط الذي يسود السلطة العراقية. لذلك فنعم يوجد هناك تقصير من ناحية طرح الملف العراقي في المحافل الدولية أو حتى اتخاذ إجراءات وعقوبات، على الرغم من أن القانون الدولي يتيح مسألة اتخاذ عقوبات على يعني دول أو حتى إحالة بعض الأشخاص المتورطين. طيب. المحافل الدولية. أستاذ إيناس، يعني هذا الأمر لو أو هذه الجرائم لو حصلت في دولة أخرى غير العراق، في بلد آخر غير العراق، هل تتوقعين أن يكون هناك تحرك دولي فعلي، وخاصة إذا يعني حدث أمر ما فتجدين الإعلام الدولي يسلط الضوء على حدث قد لا يرقى إلى بشاعة ما يجري في العراق؟ نعم، هذا بالتحديد يعني هناك يعني هذا بالتحديد ما أتحدث عنه. هناك ازدواجية في اعتبار الإنسان يعني أو يعني إعطاء الإنسان حقوقه حول العالم. هناك مواطن أو إنسان للدرجة الثانية على ما يبدو من وجهة نظر الأمم المتحدة أو حتى من وجهة نظر الآليات الدولية. يعني هناك أشخاص ترتكب بحقهم كما ذكر دكتور سمير يعني انتهاكات أبسط من الذي يحدث الآن في العراق، ويتم تهويل الأمر أو حتى تسليط الضوء على تلك الجرائم بشكل أكبر وتصبح قضية رأي عام دولي أو عالمي. ولكن عندما نتحدث عن آلاف الأشخاص المفقودين، آلاف الأشخاص الذين يعيشون اليوم في أمن غذائي منعدم، في مجاعة حقيقية، وأيضا في ظروف يعني أقل ما أنها توصف بأنها ظروف غير لائقة ولا تضمن العيش الكريم، هؤلاء الأشخاص يعني بالملايين موجودين ولا يمكن أو لا يتم الحديث عنهم، لا يوجد هناك تسليط لهذه الجرائم. وهذا الأمر بالتحديد الذي أتكلم عنه عندما نتحدث عن اتفاقيات قانون دولي حقوق إنسان وآليات تطبق هذه الاتفاقيات أو هذه النصوص، فيجب أن يتم أخذ الأمر على قدر
عدم من المساواة مع الحالات الأخرى، مع القضايا الأخرى، ولكن يبدو أن يد السياسة تتدخل في هذا الأمر، ويعني هناك مصالح سياسية وهناك إرادة سياسية معينة لحتى يتم حجب ما يحدث في العراق عن العالم. لا يراد للعالم أن يرى ما يحدث في العراق فعليا من انتهاكات بشعة وفظيعة، وأيضا يراد بأن تستمر هذه الفوضى في العراق إلى أجل غير مسمى، وهذا الأمر هو ما ينذر بالمزيد من الانتهاكات مع الأسف، لأن الأشخاص الذين ما زالوا على قيد الحياة اليوم هم لا يوجد أي سبب أو أي ضمانة لبقائهم على قيد الحياة في الغد أو حتى في بعد يعني ساعات قليلة. لذلك هذا الملف، هذا يعني الملف العراقي لابد من أن يتم التحرك من أجل إنهاء الحالة العراقية يعني اليوم، أو دعنا نقول المسألة يعني مسألة الحكم في العراق، مسألة السيادة ومن هو صاحب السلطة الفعلية في العراق. لماذا يتم التعامل مع ملفات حساسة بهذه الطريقة؟ لماذا يسمح لبعض الجهات الخارجية بالتدخل في العراق؟ يعني هذه المسائل كلها يجب أن تطرح على مستوى دولي، ويجب أن تحل وأن يوجد لها الحلول التي تضمن عدم المساس بحقوق أو بكرامة أو بحياة أي إنسان موجود في العراق. نعم ست إيناس، سأعود إليك مرة أخرى، ابقى معي لو سمحتي. بالعودة إليكم شيخ طامي المجمعي المتحدث الرسمي باسم شيوخ عشائر وجهاء الإسحاقي، إذا كانت مخاطباتكم للجهات ذات العلاقة، الجهات الجنائية أو دائرة المتخصصة بدائرة المقابر الجماعية أو دائرة حماية المقابر الجماعية ومؤسسة الشهداء التي تفضلتم بذكرها أيضا، يعني إذا كان القضاء لا يتحرك خطوة واحدة باتجاه الكشف عن ملابسات الجريمة ويعني تسليم الجنات إلى العدالة بمبررات عدم وجود تخصيصات مالية، الآن هل تتوقعون أن يكون هناك ضغط ربما على الحكومة نتيجة مناشداتكم، أم هناك تخوفات ربما من عمليات انتقامية تقوم بها ذات الجهات التي قامت ب قتل وتغييب أهالي صلاح الدين؟ دكتور ما أخفيك، أنت عندك علم وجميع العراقيين والعالم هم عندهم علم مناطقنا، يعني ما مخفية على أشخاص ويعلمون بها أشخاص آخرين. بالنسبة للي قاموا بهاي الجرائم واختطاف المقيبين حسب ما يعني تأكيدا الكلام ضيفك الأستاذ حسين، نعم هم بالنسبة لهم معروفين الجنات الميليشيات اللي موجودة اللي اجت بعد 2014 واستباحت كل محافظاتنا بحجة التحرير وادعاهم تحرير مناطقنا وحماية عرضنا وحماية أراضينا وكذا، وأنما هي عكس ذلك، احتلال أراضينا واستباحة أعراضنا وتسليم وسرقة سياراتنا وأملاكنا وتفجير بيوتنا اللي هي موجودة كانت في زمن داعش اللي بقى، أنا أحكي لك على ناحية الإسحاقي، داعش بقى بالإسحاقي يومين وشكلنا فوش طوارئ، والشرطة وشيوخ العشائر والشباب والرجال اللي موجودين قمنا بطرد داعش من الإسحاقي نهائيا. لكن بعد ما اجت هاي الميليشيات الولائية اللي تابعة لإيران بأمر إيراني قاموا باعتقال وباختطاف المئات بل الآلاف، يعني بس ناحية الإسحاق بها أكثر من 1200 مختطف، وهذولا مقيبين ما حد يندل مصيرهم، انخطفوا في 2015 و2016 و2017، آخر شخص اللي انخطف ابن عمي قبل 6 أشهر خطفوه السرايا بعد عن السيطرة 50 متر، 50 متر سيطرة تابعة للسرايا وللشرطة المحلية والفوج طوارئ، وأمام أنظار عيونهم وأنظار الناس اللي موجودين اغتادوه وخلوه بسيارة يسموها سيارة مع الحوثيين، هاي البيكا وأخذوه. واليوم كان أنا رحت اتصلت بمسؤول السرايا هناك بالاستخبارات، حتى وصلت إلى مكتب سيد مقتدى ونفوه عنا ونكروه، قالوا مو عندنا وما موجود.
مثل هاي الحالة موجودين آلاف موجودة من أهلنا ما هو اسم عندهم. ما هو اسم السيارة ما هو اسم السيارة التي ذكرتها شيخ؟ والعملية بأمر إيراني بحت طريقة ممنهجة لإبادة أكبر عدد ممكن من أهل السنة. نعم. خل بس أوضح لك طريقة. نعم. وراح أنطيك أأكد للأستاذ حسين الضيفك. نعم. قبل تقريبا بحدود شهر ونص أو شهرين قصفوا الحكومة العراقية، القوات الأمنية قصفت مجموعة من الدواعش في منطقة الأحباب وسعود. نعم. في منطقة يثرب بتل الذهب، هذول كانوا يتنقلون عن طريق ميليشيات العصائب من منطقة لمنطقة، وكانت الأجهزة الأمنية الأمن الوطني والاستخبارات والمخابرات متابعين، لكن ما ينطون معلومات للميليشيات حتى لا تنكشف الأمر. وبعد متابعة 4 أيام متتالية بدون علم الميليشيات الولائية تم قصفهم في أحد بساتين الأحباب اللي مجاور المنطقة سعود على تل الذهب. هذول اللي انكتلوا بيها وليد جوير وفراس سمير وياهم 4 أشخاص، هذول طبعا قيادين في داعش، هذول اللي عددت إياهم، وياهم مجموعة تقريبا 8 أو 9 من قيادات داعش اللي كانوا يحتمون باسم العصائب اللي موجودة يقتلون بأهل السنة وبالمناطق اللي موجودة هناك. منو كان يحميهم؟ كان يحميهم من قتل معاهم أبو علي الدراجي ويا 3 آخرين اللي قاموا بارتكام مجزرة الفرحاتية، اللي ارتكبوا مجزرة الفرحاتية اللي كان يقودهم أبو علي الدراجي ويا مجموعة 3 وقياداتهم اللي موجودة. هذول الأربعة انقتلوا مع داعش بالقصف مال الطيران في بستان الأحباب قبل تقريبا بحدود شهرين أو أقل الشهرين. نعم. العصائب والميليشيات اللي موجودة هي اللي تحمي داعش، هي اللي تسير داعش بأمر من إيران. يعني تأكيدا كلام الأستاذ حسين، كلامه دقيق جدا. نعم. فهو احنا معروف مناطقنا، انا اجزم لك في كل ناحيه الاسحاقي عنصر واحد من داعش ماكو، لكن احنا عندنا دواعش الميليشيات. الميليشيات اللي موجوده هم الدواعش. هسه دا يرتكبون جرائم باسم من؟ باسم داعش. يعني مثلا هسه استاذ حسين طلع حكى عليك بالتلفزيون او حكى في مجلس او في مجلس عزاء او في مضيف احد الاشخاص، من سمعوا به بالاستاذ حسين تكلم الشكل هجموا عليه بالليل، صفوه وعائلته وقالوا يابا هجوم من داعش قتل الاستاذ حسين وعائلته. بعيد الشر عنا طبعا، عمره طويل ان شاء الله. امين ان شاء الله. احنا هاي الاشياء اللي يرتكبوها الجماعه، يعني صارت داعش شماع الجرائم الميليشيات في محافظاتنا. نعم. مثل ما الدوله من يصير عندها فشل الذب شو اسمه اخطائها ومصايبها على نظام البعث السابق. نعم. شكرا لك شيخ طامي. استاذ حسين، يعني داعش دائما شماعة تعلق عليها الميليشيات وجرائمها، دائما التصريحات لأي عملية تقوم بها الميليشيات، عمليات تصفية، عمليات قتل، عمليات اختطاف، تنسبها إلى عمليات يعني استباقية ضد داعش وتقوم بتصفية المدنيين. الكثير من 2003 وإلى الآن يعني كثير من السيناريوهات حصلت تحت لافتة أو عنوان يعني صناعة الأعداء من الداخل، وهذه الحروب الداخلية التي حصلت في عام 2006 و2007 والحروب الطائفية بعد تفجير المرقدين، هل ترى من وجهة نظركم أنه يعني عمليات إعادة المشهد من جديد، يعني جثث المجهولة وظهورها من جديد، هي محاولة لصناعة أعداء داخليين تحت لافتة داعش وعمليات قتل طائفي؟ يعني ما الغاية التي تريد الميليشيات الوصول إليها في هذه المرحلة مع يعني الكثير من المستجدات التي حصلت منها يعني تغيير إدارة البيت الأبيض؟ ثابت بالدليل هو التخادم ما بين داعش والميليشيات، سواء داعش قامت بعملية واتهمت الميليشيات، الميليشيات قامت بعملية واتهمت داعش، الموضوع هو تخادم لجهة خارجية ضد الشعب العراقي، ضد الشعب العراقي يدفع ثمن الشعب العراقي. هذا ما يجب أن يدركه كافة الشعب العراقي، بل هو يدركه، هذه الحقيقة. داعش نعم كتلة تنظيمية مجرمة تديرها إيران أو ضمن مشروع الإيراني، والميليشيات كذلك. لكن ما ذكره الشيخ أنه عندما يكون أعضاء من داعش يتحركون بحماية العصائب، هذه وفق القانون العراقي جريمة كبرى، أكبر من جريمة إرهابية،
لأن أنت قوات أمنية جاي تحرر منطقة من داعش، وبنفس الوقت تخليهم تحتك وتحركهم سياراتك وتوديهم يمين ويسار ويقومون بعمليات. وأثبت بالدليل أنه عندما قصفت المنطقة تبين القتلى من الاثنين، من داعش ومن الميليشيات. هذه الجريمة تثبت براءة الشعب العراقي وتحديدا العرب السنة من هذه الأعمال الإرهابية التي دفعوا ثمنها، ومن المادة أربع إرهاب التي سيق بسببها الآلاف إلى السجون وإلى الإعدامات. نحن أمام مؤامرة دولية على الشعب العراقي وتحديدا على العرب السنة، هم الذين يدفعون هذا الثمن. هناك تواطؤ دولي، هناك دول إقليمية لديها مشاريع داخل العراق، هناك أدوات قذرة داخلية. الحروب الطائفية يطلق عليها الحروب القذرة. هؤلاء هم لا يتفاوضون، يعني عادة المتحاربين يتفاوضون، هؤلاء لا يتفاوضون لأنهم أدوات، يتفاوضون أسيادهم. لهذا سبب ما يطلق عليه الحرب بالوكالة. حتى الحرب بالوكالة هذه أقدر، هذه حرب بالوكالة لكنها أيضا تمتلك صفة القذارة، بمعنى حرب قذرة بالوكالة. هؤلاء أدوات يستخدمون قتل مجرمين، يقتلون الشعب العراقي، ومن ثم يتفاوض القوى الخارجية التي استخدمت. طيب، هؤلاء. اسمح لي انتقل للأستاذة إيناس زايد. أستاذة إيناس، يعني بطبيعة الحال يعني العراق عندما تم احتلاله عام 2003 جيء بنظام سياسي يعني مبني على المحاصصة، ولكن اتصف هذا النظام بالدلائل والشواهد، وإلى الآن والدليل ما يجري الآن في العراق والجثث المجهولة والمقابر الجماعية، وليس هناك لا مساءلة ولا محاسبة، وحتى اللجان التي يتم تشكيلها لا تأتي بنتائج تقدم على الأرض ليتم معالجة الحدث، والجرائم مستمرة وعمليات الانتهاك لحقوق الإنسان مستمرة. من وجهة نظرك الآن، يعني الولايات المتحدة إلى أي مدى هي مسؤولة عن عدم توفر نظام محاسبة ومساءلة في العراق، ونظام قضائي يضع حد لانتهاك حقوق الإنسان وقتل النفس البشرية وتغييبها وجعلها جثة مجهولة الهوية؟ يعني الولايات المتحدة هي من افتعلت هذه الفوضى من بعد احتلال العراق، ويعني استمرت بذلك الأمر حتى في العملية التي قادتها الولايات المتحدة للقضاء على داعش في العراق، وقامت بإنشاء تحالف دولي من قبل عدة دول يعني قاموا بتدمير العراق فعلياً. واستمرت يعني العمليات العسكرية حتى يعني آخر مبنى، يعني لم يبقى حجر على حجر في بعض المدن بحجة يعني القضاء على داعش. ولكن ما بعد ذلك يعني رفعت يدها وانسحبت ولم تعر أي اهتمام لما يحدث فعليا في العراق، وكأن داعش كانت هي سبب الإرباك والفوضى في العراق، وما بعد داعش يعني أصبحت الأمور يعني على أفضل ما يرام. على الرغم من أن يعني هذه العمليات العسكرية التي شاركت فيها الولايات المتحدة والتي قادتها أو قادها التحالف الدولي، يعني فعليا قامت أيضا بخلق حالة من الفوضى ومن التبرير لوجود ميليشيات ووجود سلاح بيد الأشخاص الموجودين في العراق خارج نطاق المؤسسة يعني أو السلطة الرسمية أو الجيش الرسمي التابع للعراق. لذلك فيعني من خلق ومن ابتدأ هذه الفوضى، ويعني بوجهة نظر قانونية إذا أردنا أن نقول بأنه إن كان هناك مسؤولية تقع على الولايات المتحدة في هذا الصدد، فنعم هناك مسؤولية قانونية تقع على أي دولة قامت بالمشاركة بأي عمليات عسكرية بدافع يعني إنهاء يعني الانتهاكات في العراق، ولكن من جهة أخرى ساهمت في تزايد هذه الانتهاكات واستمرارها إلى غاية اليوم. كافة الجرائم التي ترتكب إلى غاية اليوم هي من مسؤولية تلك الدول والتي من ضمنها الولايات المتحدة. شكرا لك أستاذة إيناس زايد الناشطة الحقوقية. أستاذ حسين، أخيرا يعني ترى ما مصلحة الولايات المتحدة من غياب قضاء عادل، محاكمات عادلة، من غياب نظام المساءلة والمحاكمة في العراق؟ ما مصلحة الولايات المتحدة من استمرار العراق على هذا النحو من الفوضى وعمليات القتل خارج إطار القانون؟
مصلحة الولايات المتحدة أنها صاحبة مشروع لا تستطيع تنفيذه بأدواتها من خلال الجيش الأمريكي، بل استخدمت هذه الأدوات القذرة لتحقيق هذا المشروع لتفتيت العراق وتدميره وتدمير بنيته التحتية ولحمته الاجتماعية، يؤدي إلى تمزيق العراق، لأن هذه الأدوات لا يمكن أن تستمر بدون غض طرف من قبل الولايات المتحدة. شكرا جزيلا لك أستاذ حسين السبعاوي الكاتب والمحلل السياسي ضيفي في الاستوديو، وشكرا جزيلا لك شيخ طامي المجمعي المتحدث الرسمي باسم شيوخ عشائر ووجهاء الإسحاقي، كنت معنا عبر الهاتف من صلاح الدين. شكرا لكم ونشكرك شكرا جزيلا. الأستاذة إيناس زايد الناشطة الحقوقية كنت معنا عبر سكايب من عمان. في الختام مشاهدين الكرام تقبلوا مني أطيب تحية وفي أمان الله. We'll be right back.